السلام عليكم. اليوم الأخير في انتظار عيد محدود الفرح في العام الذي يمر ثقيلاً، كما لو أنه خطاب ممل يلقيه أحد أطراف الانقلاب لساعات من خلال شاشات التلفزة التي تتعرض لانتهاك. تنام المدن وتستيقظ منزوعة الفرحة، لكنها تقاوم المأتم الكبير المنحدر من زمن الانقلاب. الشوارع أيضاً وعيون الناس تتحسس خيوط الفرح تحت ضغط ضجيج متطلبات العيد وصخب احتياجات الأسر الأقل دخلاً. لكن تلك العيون اليمنية ترقب يوماً هو للفرح، لكنه اليوم الذي يعده اليمنيون من أسوأ أعيادهم على الإطلاق بحسب متابعين. تحضر في اليوم الأخير عناوين كثيرة وأسئلة أكثر في مربعات الوطن الموزع بين المساحات المحررة التي لم تتنفس الفرح بعد، نتيجة لارتباط بالمركز المالي واحتياجات الناس ومسألة الحضور الفاعل للدولة. وبين تلك المساحات التي لا تزال تحت تهديد زناد الانقلاب ورهن إشارته العمياء التي تشير إلى الظلام أكثر من إشارتها للحياة وتشير للحزن أكثر من إشارتها للفرح. من بين تلك المربعات التي قالت كلمة الحرية لليمن وامتلكت الاستعداد للدفاع عن خيار الحرية اليمنية، هناك في جبهات المقاومة، حيث أولئك الذين لهم علاقة بفرحة من نوع مختلف لها علاقة بحرية الضمير والكينونة. حول اللحظة الأخيرة لليمنيين في انتظار عيد محدود الفرحة ستكون حلقة المساء لهذه الليلة، فدعونا نذهب أولا لمشاهدة هذا التقرير. أي سووا للناس؟ ولا سووا أي حاجة، ينظروا يشوفوا للناس، ينظروا يشوفوا للناس، قضايا الناس والدنيا عيد. تضيق هنا الحياة ومعها يضيق صبر البشر. في محاولة للفوز بلحظات من الفرح، يجاهد المصطفون أمام المصارف لاستلام حوالاتهم المالية، غالباً لشراء مستلزمات العيد. تتسع الأزمة المصرفية في الساعات القليلة التي تسبق عيد الفطر، لتطال موظفي القطاع الحكومي بعد أن أغلق البنك المركزي أبوابه ليحرمهم فرحة العيد. في مدن بلا أعياد يكافح اليمنيون من أجل خلق فرصة للعيش وأخرى للفرح. تتردى الأوضاع الاقتصادية فتنعدم مصادر الدخل بشكل هو الأسوأ بتاريخ اليمنيين، ويأتي العيد وسط الحرب وتداعياتها فيكون فاقدا للبهجة. الجبهات لم تسكن فيها أدوات الحرب، لم تهدأ فيها أصوات رصاص، ورجال لم يبحثوا عن فسحة رمضانية أو إجازة عيد. مناطق لم تتوقف فيها المواجهات، من كهبوب قرب باب المندب وجبل الصبارة ومنطقة الظهورة في الوازعية والمضاربة، لتمتد إلى الصبيحة ومنها إلى القبيطة وظبي أعبوس وبني علي في حيفان. سلسلة تمتد بصبر المقاتل اليمني الذي لم تترك له الميليشيات فرصة العودة إلى أهله وأطفاله. على الضفة الأخرى ثمة جبهات لا تقل شأناً عن تلك، تدور فيها معارك الحرية تسعى لانتزاع الحياة من بين مخالب الموت. جهود تثمر على الصعيد الإنساني عبر المؤسسات الخيرية التي تغطي المناطق اليمنية مستهدفة الأسر الفقيرة والمعدمة. يصر اليمنيون على إزالة آثار الدمار وغبار الميليشيا والمضي في حياتهم ورسم أفراحهم بانتظار فرحة التحرير الواسعة للبلد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة نبيلة سعيد، رئيسة مؤسسة فكرة للحقوق والإعلام. مساء الخير أستاذة نبيلة. أهلا وسهلا فيكم أستاذة نبيلة. يعني نعرف أن يوم غد هو يوم العيد في اليمن، وهو وطن بلا عيد إن صح لنا القول، أو عيد بلا وطن. هل يمكن بداية قراءة اللحظة العيدية التي يمر بها اليمنيين أو اليمنيون على هذا النحو؟ أولا كما يسمى أن اليمن ربما يعيش بلا عيد، أو ما يمكن أن يطلق عليه أنه ربما العالم الإسلامي والعربي كله يعيش لحظات العيد لحظة فلحظة. قد يكون حرم أو يحرم منها اليمن، لكن هذا في الصورة الحقيقية أو الواقعية. هناك مجتمع يمني يتشكل لمواجهة كل التحديات ويصنع فرحة بطريقته الخاصة، ويناضل حتى على مستوى صناعة هذه الفرحة. وهذا نعتبره نصر حقيقي في ظل الوضع الذي تعيشه البلد.
يعني من وسط البيوت الفقيرة ومن وسط بيوت النازحين وعددهم المتكدسة في كل المحافظات، إلا أن هناك تحدي للحياة، يعني إصرار اليمنيين في كل بقعة يسكنون فيها أن يعيشوا أن يمارسوا حياتهم بالطبيعة. ما الذي يجعل هذا التحدي بهذا الشكل أستاذ نبيلة؟ نعرف أن اليمنيين يعني كما قلت من وسط الخراب، من وسط الفقر، من وسط لابد أن يعيشوا لحظة العيد مهما كانت. الحقيقة أنهم يضعون أمام صورة نستحي منها حقيقة، يعني نحن في بلاد المهجر المهاجرين لها، ونحن في كل بلدان العالم اليمنيين المهاجرين ينظروا بشيء من الاستحياء، لأنه هناك صورة نموذجية يعني لا توجد في بلاد المهجر، لا في ألمانيا ولا في تركيا ولا في أمريكا ولا في غيرها من الجاليات اليمنية. اليمنيين في أماكنهم مرابطين، ورغم ذلك مصرين على صورة من الصمود والبطولة على حقهم في يمن، يعيشون كل تفاصيل حياتهم، يعيشون الحدث ويعيشون الفرح ويعيشون مراسم التحدي ويعيشون مراسم النضال حتى تخرج هذا البلد إلى حيز الوجود. بلا شك هذا الصورة ستصنع الذي لم تصنعه لا قيادة التحالف ولم تصنعه الحكومة ولم يصنعه أي شخص كان له مسؤولية حقيقية في أن يخرج البلد إلى النور، ورغم ذلك أخليت أو يعني خرجت مسؤوليته عن طور الوجود أو الإيجاد. الحقيقة يعني ربما كثير من الناس يستشعروا بألم أو وجع، كيف لليمنيين بأطفال، كيف لليمن بأطفالها ونسائها ورجالها في ظل الوضع الذي تعيشه الآن، كيف سيعيشوا لحظات العيد؟ ربما هذا يكون على من خارج يتألم على نفسه، لكن ما أعتقد أن بالعكس، هناك ضحكات أطفال وهناك حياة بسيطة بكعك العيد وبجعالة العيد وبعسب العيد. نعم يعني ربما هذا ما نلمسه من خلال يعني تواصلنا بأهالينا. الأسواق ممتلئة رغم العجز الاقتصادي، أن الحياة مستمرة رغم كل الظروف التي أيضا هو في نقطة مهمة جدا يا أختي آسيا، أنه هنا في هذه اللحظة المجتمع اليمني يحرج المجتمع الدولي ويوجه رسالة واضحة ناصعة البياض أن اليمنيين مناضلين للبقاء على قيد الحياة، مناضلين لأن من حق هذا البلد أن يعيش، من حق هذا البلد أن يعني يحصل على الاحتياجات الأساسية، من حق هذا البلد أن يوجه لوم وعتاب لكل من كان له سلطة في اتخاذ قرار أو في تحريك دفة التغيير إلى الأفضل وهو لم يقدم أو لم يحرك ساكناً. يعني كلنا مسؤولين أفرادا ومجموعات ومؤسسات وجهات يعني حكومية غير حكومية، كلنا مسؤولين عن أدوارنا الحقيقية كأفراد وكشخصيات وكجهات ومؤسسات تجاه البلد. نعم. طيب هل يستشعر كل من ذكرتي هذه الرسالة، هل وصلت يعني إلى مسامعهم؟ يعني يمكن أستطيع أقول لك المتابع للوضع اليمني الآن يشعر أنه ماذا قدمت، يعني الصورة التي يوجد عليها التشكل الجميل داخل المجتمع اليمني من التكاتف والتراحم وإظهار صورة لم تكن موجودة في غير الحرب وفي غير الوضع الراهن وفي غير التردي الإنساني العجيب، يعني هذه الصورة فعلا تضع الجميع تحت نطاق المسؤولية كلهم بلا استثناء، من عند عبد ربه منصور هادي إلى الحكومة اليمنية إلى المجتمع الدولي إلى المنظمات الحقوقية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، إلى كل شخص يستطيع أن يحرك من مكانه ساكنا ويضع بصمة في تحرير هذا البلد. طيب يعني نحن نعلم الوضع الاقتصادي السيء، ظروف الحرب السيئة، عدد من البيوت الهائلة التي يعني تعيد دون فرد ربما من ذويها، أضف إلى ذلك أن الميليشيا لم تترك لهم حال حتى اللحظة، يعني الصاروخ الذي قصف في المأرب وأخذ يعني عدد من المدنيين الأبرياء، يعني كيف تعلقين يعني لما إصرار الميليشيا بهذا الشكل أن تخطف فرحة اليمنيين؟ أولا نحن نعرف أن الميليشيات هي مشروع موت، الذي يتصور أن هذه الميليشيات هي مشروع آخر عنده نوع من سوء التقدير اسمحي لي، يعني نحن نعرف أن هذه الميليشيات مشروع موت منذ 2014 حتى هذه اللحظة، يعني المشروع الذي تحمله والمنهجية التي تبني عليها هي منهجية لا إنسان، لا حياة، لا كرامة، لا عزة، لا شيء يعني داخل البلد. يعني كنا نتوقع أو كان اليمنيين يتوقع أن هناك مشروع من وراء أزمة البترول في حينها، لكن لم يحدث في ذلك ولا من وراء ذلك شيء، بل بالعكس كانت هذه هي يعني كما يقال الحجة التي بني عليها تدمير البلد. يمنة يسرة شمالا جنوبا أنت ترى البلد الآن في وضع لا يحسد عليه.
نعم، إذن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ علي عويضة، صحفي من مأرب. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور، أهلا. مقدما كل عام وأنتم بخير أستاذ علي. يعني للأسف الشديد ليلة العيد توزع الميليشيا الموت على أطفال مأرب يعني بكل قبح، حدثنا عن عما حدث. وأنتم بخير وعافية. رحم الله الشهداء الأطفال الذين ذهبوا اليوم ضحية لهذه المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح. نعم، ميليشيا الحوثي وصالح كما هي عادتها في اقتناص مناسبات أفراح اليمنيين وتحويلها إلى أسراح، اقتنصوا هذه الليلة وحولوا ثماني أسر إلى مآتم، حولوا ليلة العيد عندهم إلى مآتم. أطلقوا صاروخ كاتيوشا من مواقع في صرواح وفي جبل هيلان، أصاب تجمعا سكنيا في حي الزراعة بالقرب في محيط مدينة مأرب. أدى هذا القصف كما تعرفون بحسب آخر إحصائيات إلى مقتل 8 أطفال، ارتفعت الإحصائيات الآن إلى 8 أطفال وإلى 13 جريح، لا زالوا الآن بعضهم في العناية المركزة يتلقون العلاج. جريمة بشعة كما هي عادة الميليشيات في ارتكابها ضد اليمنيين. على ماذا يدل ذلك أستاذ علي؟ يعني حتى في ليلة العيد تصر الميليشيا على خطف الفرحة من يعني وجوه بعض الأسر وخطف الأطفال أيضا من أن يعيشوا لحظات العيد، على ماذا يدل؟ هذه هي طبيعة الميليشيا، لا تريد اليمنيين أن يعيشون. دائما تحول أفراح اليمنيين إلى أسراح، اغتصبوا الدولة، اقتنصوا كل اقتصبوا كل مقدرات اليمنيين، لم يتركوا اليمنيين شيئا يفرحوا به. اليمنيون الآن مشردين في سواء منهم في الداخل ومنهم في الخارج، وليس غريبا عليهم هذه الجريمة في ليلة العيد. فهم لا يريدون لهذا اليمن أن لهذه البلاد أن تفرح، ولا اليمنيين أن يسعدوا بأيامهم. نعم. طيب أستاذ علي، يعني فيما يتعلق بلحظات اليمنيين في انتظار هذا العيد، كيف تقرأ تفاعل اليمنيين مع هذه اللحظة العيدية، استعدادهم أيضا بعيدا عن يعني هدايا الموت التي توزعها الميليشيا؟ برغم ما يعاني اليمنيون إلا أنهم يحاولون اقتناص مناسبة صغيرة، اقتناص الفرحة في هذه المناسبة بعد أن كملوا شهر رمضان المبارك، إلا أن الحوثيين كعادتهم لم يتركوهم. ومع ذلك لا تزال في محافظة مأرب الآن لو تشاهدوا الأسواق مكتظة بالناس الذين لا يزالون يأخذون أغراض العيد، لا يزال الشوارع مزدحمة ازدحام كبير جدا بسبب الأعداد الكبيرة اليمنيين، لا أسميهم نازحين فهم في أرضهم. لا. لكن كما هي تعودتنا ميليشيا الحوثي تريد أن تبث الرعب، فهي هذه المناظر مناظر الحياة التي تشهدها الشوارع اليمنية هي ما تقلق الحوثيين. هم يريدون أن تكون البلاد لهم وحدهم، ولا يريدون لهذه الشوارع وهذه المناطق أن تحيا، يريدون أن يقولوا أنهم هم الحياة، يريدون هم الآن يفرحون إذا كانت هناك تحركات في صنعاء، تحركات الناس، أما في المناطق الأخرى فهذا لا يرضيهم ولا لا يولد لديهم شعورا بالرضا عن حكمهم في البلاد. نعم. طيب أستاذ علي، هل نستطيع القول أن اللحظات تختلف من مكان لآخر، من مدينة لأخرى، سواء يعني الريف، المدينة، المناطق التي أيضا توجد بها اشتباكات ولم تحرر بعد؟ طبعا طبعا، هناك مناطق لا يزال ترزح تحت حكم الحوثيين، ومنها مديرية صرواح. أبناء مديرية صرواح اليوم لا زالوا يعانون في مخيمات النزوح في منطقة ذنة. لا يمكن أن يكون هناك عيد ما لم تتحرر البلاد كلها، وبداية يجب أن تحرر بقية مناطق محافظة مأرب، ولا زالت لديهم مديرية صرواح ومديرية حريم القراميش. هذه المديريات يجب أن تحرر حتى يسعد اليمنيون أجمع وحتى أبناء محافظة مأرب. لكن بالنسبة لمديرية مأرب المحررة فهم جميعا فرحين بالعيد الآن، كما ذكرت لكم سابقا الأسواق مزدحمة، الشوارع أيضا مزدحمة في مدينة مأرب أو حتى في الوادي، مديرية الوادي وفي الأرياف. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي عويضة، صحفي كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، يعني لو يعني قسمنا مناطق اليمن سنجد أنها ربما مقسمة إلى 4 مناطق، مناطق محررة لم تفعل أو لم يفعل فيها دور الدولة بشكل كبير، وهناك عجز أيضا في المركز بسبب الارتباط بالمركز المالي، هناك مناطق ما زالت فيها اشتباكات مستمرة حتى اللحظة وملتهبة إن صح لي القول، مناطق ما زالت تحت سيطرة الحوثي وتعاني يعني الأمرين اقتصاديا
معين ومن حكم الميليشيا أيضا الاضطهاد، ولا ننسى أيضا ضربات التحالف من فترة لأخرى. يعني هذه التوزيعة أو هذه التشكيلة تخلق يعني مأساة مختلفة من منطقة لأخرى. لو تحدثنا بداية عن مثلا المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، منها صنعاء وصعدة وبعض المدن أو المديريات التي تحدث عنها الأستاذ علي. أولا هذه المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، أو خلينا نقول ميليشيات الحوثي بشكل يعني دقيق، هذه مؤنجدة، يعني عفوا نقول مطلوب أن تعيش بهذا الوضع في غياب مسؤول عن إيجاد طريق يعني إلى خروج البلد بشكل آمن. نحن في هذا الإطار، هذه المحافظات مطلوب أن تعيش هذا البعد، مطلوب لها بغض طرف واضح سواء من المسؤولين عن هذا الوضع. يعني حكومة الآن وصلت قبل فترة بسيطة إلى عدن، يعني ما الذي يعجزها أن تتحرك في اتجاه إيجاد منافذ أو تحركات آمنة تستشعر البيئة اليمنية أن هناك مخرج؟ يعني فكأننا جميعا نقرأ هذه القراءة، أن هناك يراد بشكل واضح من خلال غرض الطرف الحقيقي أنه اليمن تظل على هذا الوضع. إلى متى؟ هذا هو السؤال الذي يعني يثير القلق، يعني لأنه أنت منطقة هي الضلع استراتيجي في المنطقة في الجزيرة العربية بهذا الوضع، لن يكون الخلل فقط فيها وإنما بالضبط. أيوة. يعني نحن نوجه كثير. رسالة حقيقة من هذا القناة، يعني إنه الذي لن يحسب حساب لليمن الآن هو سيحسب أضعاف مضاعفة إذا ما استمر الوضع في البلد إلى هذا الطريق. يعني أكثر المتضررين هم المحيطين بهذه الدولة، أكثر المحيطين باليمن هم أكثر الناس متضررين، وبالتالي مطلوب منهم تحرك عاجل لخروج هذا البلد إلى بر الأمان وإلى ضياء النور. مطلوب أن يستشعروا الوضع الذي يعيش والآن قرابة 30 مليون تحت وطأة حصار وفقر وغياب لمقومات الحياة الأساسية. يعني أنت تتكلم على كهرباء معدومة، تتكلم على ماء معدوم، تتكلم على غذاء شبه مستحيل، تتكلم على مرضى بالآلاف يتساقطون قبل الوصول إلى المستشفيات. يعني أنت يعني حتى على مستوى يعني مدينة صنعاء العاصمة، يعني لا يجدون يعني عدد هائل من الأدوية. يعني أنا أعرف أنه كثير من الناس الذين تركوا تعز لأن محاصرة ومخنوقة ذهبوا إلى صنعاء، وأعرف أنه كثير أيضا ذهبوا من لظل الحر الشديد الذي لأول مرة في تاريخه في الحديدة يعني إلى صنعاء، وشكلوا ضغط سكاني غير عادي، إضافة إلى المنزل الواحد ممكن يستوعب أكثر من 10 أسر. يعني أنت تتحدث الآن عن معاناة شديدة، فوق أنه هناك فقر وهناك تلاعب رواتب الموظفين أيضا، يعني حتى انه الشخص يقف يستلم راتبه ياخذ طابور 4-7 ساعات، يعني او في يعني في الحوالات المالية. أيوة في الحوالات المالية، يعني حتى هذه عليها ضرائب. يعني انت حتى تحصل راتب لابد 20% 10% 15% يذهب الى الميليشيات، تسيطر شئنا او ابينا وبمرأة ومسمع من كل مسؤول ان هذا هو الوضع في هذه المحافظات. ان تقيسي هذا في هذه المحافظات التي الى حد ما تستطيع تتحرك، يعني فما بالك في بلده. دخلنا الى المناطق التي فعلا اشتباكات او ملتهبة، يا اما اشتباكات عنيفه يا اما فعلا محاصره ويتم فيها تعسف حقيقي. يعني المشكله انه كيف يمكن ان يخطف اليمنيون فرحه العيد من خلال الحصار، من خلال الجوع الذي يمرون به، من خلال كل ذلك؟ أيوة أنا أشعر يعني فعلا هم مش عاد هم قادرين، هم استطاعوا أن يسطروا بطولة رائعة في أنهم يعني يعيشوا هذه اللحظات. يعني أنا أستغرب مثلا يعني تعز محاصرة، ورغم كذا كثير من الأسر تأخذ إيش احتياجاتها الأساسية، تعيش لحظتها الحياتية. يعني هذه الصورة فعلا هي الصورة اللي تحرج المجتمع الدولي. هذا البلد يريد أن يعيش، هذا البلد من حقه أن يعني يرى النور. يعني ورغم ذلك هناك إصرار من هذه الميليشيا، لأنها منهجية موت وأخذ أرواح اليمنيين أو حياتهم ومصادرة حرياتهم.
هذه التي ستقف حجرة عثرة أمام المشروع. يعني طيب يعني لاحظنا أيضا أستاذة نبيلة كيف تكاتف المجتمع بعضه مع بعض، شهدنا مبادرات شبابية عديدة، شهدنا يعني تكاتف غير عادي من خلال نشاطات الفيسبوك، يعني نعرف أناس استطاعوا أن يكسوا مئات الأسر من خلال فقط منشور واحد أو فكرة، يعني تعالوا لنذهب إلى كذا، تعالوا إلى نتجه إلى، يعني أفكار جميلة قام بها الشباب رغم يعني الضائقة التي يمرون بها، عدم استطاعتهم التحرك، يعني في تعز في رمضان أيضا شهدنا خلال شهر رمضان وجبات عديدة وزعت لكثير من الأسر، كيف تقيمين أداء الشباب في هذه النقطة؟ أولا يعني النقطة هذه مهمة جدا حقيقة، يعني لأن هذه النقطة تقول لكل اليمنيين أنه أمامكم فرصة للتعبير عن الانتماء الحقيقي لليمن أرضا وإنسانا. هذه الفرصة تمثلت في كل المبادرات الشبابية، في شباب مش قادرين يعملوا شيء وفعلا يعني لا نعذرهم، أنا كنبيلة لا أعذرهم، لكن في شباب استطاعوا وهو صغار السن، يعني في شاب في منطقة إب لا يحضرني اسمه حاليا استطاع أن يجمع لمساهمات على مستوى الغذاء وعلى مستوى الكساء طوال فترة رمضان لوحده وعبر تحركاته في الفيسبوك وعبر تحركاته من هناك، يعني استطاع بذكاء أن يستثمر وقته وجهده وطاقته وإمكانياته على مستوى علاقاته أن يصنع من المستحيل شيء. وأمام هذه الصورة الإنسانية اللي حادثة في اليمن، اللي حاصل في اليمن صنع أناس ما كانوش موجودين في الخارطة، صنع تحركات ومبادرات ما كانتش موجودة ولا كان ممكن تحصل لولا هذا الظرف. والقارئ للوضع يقول ربما الذي يحدث الآن في اليمن يصنع مبادرات ويصنع يعني تنظيمات معينة، ترتيبات معينة تخرج فعلا يعني تصنع صورة مختلفة، يعني صورة مثلا من العطاء، صورة من البذل، صورة من التراحم، صورة من التعاضد. يمكن أن أقول أنها تعكس أيضا شكل من أشكال المقاومة الروحية. أيوة. للكهنوت القائم على بث كآبة في أوسط اليمنيين وأن يعيشوا في ظل الأبيض والأسود. بالضبط. يعني نشعر هكذا أنهم يعني يريدون أن يعودون فعلا طبعاً إلى طبعا هذه الصورة عكستها المناطق الريفية قبل المناطق الحضرية للعلم، يعني هناك يعني استقبال غير عادي للأسر النازحة في الأرياف بطريقة أسطورية، يعني طريقة جميلة جدا، يعني يعني البيت الواحد مستقبل 20 أسرة أنت متصورة يعني في الأرياف وبرحابة صدر ومش مشكلة، إحنا القضية قضية واحدة والمجتمع والبلد بلدنا. يعني هذه الصورة لم تكن موجودة، هذه الصورة التي تحرص ميليشيات الحوثي على أن تقتلها هي بالعكس في الطرف الآخر توجد آلاف المبادرات وتوجد آلاف الناس الأنقياء الذين يبحثون عن مشروع بناء الدولة. يعني كل ما غرست الميليشيات خنجرا في مكان ما هي توجد آلاف الأزهار في منطقة أخرى، هكذا شاءت ولا أبت. المشروع في اليمن هو مشروع حياة ليس مشروع موت. طيب لو تحدثنا أيضا عن المناطق التي يعني استعادتها الدولة والمناطق المحررة، يعني قبل فترة نحن ناقشنا الكثير من المشاكل التي خصوصا بعد بيان الحكومة التي تمر بها الدولة من تخلي المجتمع الدولي، من الضغوطات التي تمارس أيضا على عليهم في هذا المجال، ما الذي يمكن أيضا أن يقدموا كما استطاع الشباب البسطاء الذين لا يوجد لديهم شيء، ما الذي يفترض على الحكومة أن تقدمه لمثل هذا الشعب؟ هناك أمرين مهمين جدا لازم نعرف أن احنا أن اليمن تواجه يعني استهداف ممنهج في تفتيت النسيج المجتمعي، في تفتيت نسيج الأسرة الواحدة في اليمن. يعني في عدن لنفترض أنها دولة، يعني نفترض أنها محافظة محررة، لنفترض هذا الافتراض برغم أنه افتراض في غير محلة، يعني لكن ما الذي يجعلك تقول هذا؟ أيوة، لأنه الآن أنت تهدد هذه المحافظة تهددها بالانفصال وهو أمر غير محسوم عند اليمنيين جمعة في كل المحافظات، تهدد هذه المحافظة بالقرصنة والإرهاب وتهددها بقوات داعش والمشاريع الأخرى. هناك لعب يعني بشكل غير عادي، وهذه كلها طبعا هذه كل المحاولات هذه كل الـ يعني كل هذه المنعطفات الخطيرة مصيرها الموت، لكن نحن نحتاج إلى وعي حقيقي، وعي يعني وعي كبير جدا بالتحديات التي تتعرض لها المحافظة، وعي كبير جدا يساهم ب نستطيع نقول يساهم بضخ وتحويل الرأي العام المحلي والدولي والعالمي باتجاه تحرير اليمن. نعم.
إذا سننتقل ربما بعد الفاصل إلى مناطق يعني الاشتباكات، ربما نعود إليها لنتحدث عن ما الذي تقدمه المقاومة على سبيل المثال، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود إليه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذة نبيلة. أستاذة نبيلة، لو انتقلنا إلى لحظات العيد عند جبهات المقاومة التي يعني هل نستطيع أن نعتبرها ربما من أهم اللحظات العيدية الخالدة بالنسبة لهؤلاء الذين ذهبوا وتركوا أسرهم ليناضلوا بفكرة مختلفة تماما عن الموجود؟ هم ربما يكونوا في الجبهات ويكونوا في أماكن حساسة جدا يعني، لكن ربما أقرأ شعورهم في هذه اللحظة أنه شعور جميل جدا لا يمكن أن يوازي أي شعور، أنه أنا الآن في الجبهة أو أنا الآن في مكان أحافظ فيه على عرض وأرض هذا البلد حتى يعيشوا أطفال هذا البلد ونسائه في سلام وفي أمان، أو حتى يعيشوا اللحظات العيدية أو لحظات المناسبات والفرائح بطريقة يعني هادئة. أنت موجود هنا في الجبهة حتى أهلك وأسرتك وأقربائك وناسك يعيشوا بطريقة يعني، هذا الشعور يجعله يكون أكثر استعدادا للبقاء بشكل أطول، ويجعله أكثر يعني ترتفع معنوياته بشكل كبير جدا يعني، لما فقط يتذكر ليش هو موجود في هذه المنطقة أو في هذا المكان يعني، أو في أو هو الآن يحرس فرح الآخرين. هذه النفسية هي التي لابد أن تتعزز عند هؤلاء، وأنا متأكدة أن هذا هو ما يشعرون فيه أو ما يؤصلوا يعني حتى يعني في شعورهم مختلف تماما ربما عن نحن الذين ننظر إليهم يعني ونشعر بسوء لحالهم. هم كما تفضلت يقدمون ما هو أكبر. هناك يطرح عدد من المتابعين الاقتصاديين بالذات أستاذة نبيلة أن هذا العيد ربما سيكون من أسوأ أعياد اليمنيين اقتصاديا، هل تتفقي مع مثل هذا الطرح؟ قد يكون ذلك يعني، قد يكون ذلك لأنه هناك مؤشرات للفقر حقيقية لا نستطيع أن نتغافل عنها ولا أن نتغافل عن أرقامها، خصوصا أن البلد أساسا فقير يعني، هذا البلد هو أساسا فقير وبلد التنمو الجانب التنموي فيه جانب ضعيف جدا يعني، نحن بلد خاماتنا لا زالت في الجبال يعني، ثرواتنا المعدنية لا زالت في عروق الجبال يعني، تتحدث عن بلد لم يستثمر بشكل حقيقي، استثمر في بطريقة استثمر للموت، وأيضا استثمر بطريقة بناء خنادق للسلاح والمتفجرات يعني. وممكن شاهدتم في الفترات السابقة ترمى قنبلة هنا أو لا يرمى شيء هنا، تخرج مئات الصواريخ ومئات يعني، وكأن البلد أرضيته كلها للدمار يعني، كأنه مطلوب أن هذا يعني شيء مفزع يعني. البنية التحتية لها صواريخ وأسلحة، بينما لو استثمر هذا البلد وهو غني بكل التقادير سيكون أغنى دولة في المنطقة والمنظومة العربية، لكن هناك استعداد لجعله بهذه الصورة داخليا أو خارجيا، داخليا وخارجيا يعني، للأسف هناك إرادة يمنية تجعل البلد بهذه الصورة. في تصوري الآن لو كل اليمنيين يعني تصوروا أنه يخرجوا بهذا البلد سيخرجوا، نعم، برغم كل التحديات طبعا. إذا اسمحي لنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ علي القباطي الناطق باسم مقاومة القبيطة من القبيطة. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور أستاذ، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ علي. يعني بالتأكيد لحظات العيد تختلف واستعداداتها من مكان إلى آخر، من المدن إلى الريف، أيضا إلى أماكن المقاومة والجبهات. ماذا عن لحظات العيد بالنسبة للمقاومة؟ لحظاتنا لحظات حب، لحظات فرح، لحظات إن شاء الله أولا باسمي وباسم أبطال القبيطة الأحرار الأساوس في كتاب ومتارس القبيطة في المقاومة، نهنيكم ونهني كل الأشراف في كل المقاومات في مديرية القبيطة وفي المدينة كاملا. نعم. الطقس العيدي عندنا طقس يعني ايش منتظرين حالته، قبل شوية كان في اشتباك نحن والميليشيات قبل دقائق من دخول الاستوديو معكم، والحمد لله صدينا اللي كانوا يحاولوا يتسلوا في اتجاهنا، ولا زال حتى اللحظات اطلاق نار كثيف على بعض المواقع في مواقع المقاومة اللي مسيطر عليها الآن من قبل الميليشيات المخلوع في بعض الشباب. نعم، يعني حتى ليلة العيد أستاذ علي لم تسمح لكم الميليشيا أن تعيشوا لحظات هدوء نسبية، ما زالت التوترات والإطلاق النار مستمر؟ نعم نعم يا أختي، قبل في اليوم في قبل في صلاة العصر دخل طاقم ملغم حامل ألغام يلغموا الطرقات، يلغموا المساكن العامة، يلغموا، وكأنهم حاسسين بقائهم عندنا ليس طويلا،
قبل لحظات اطلاق النار، ونحن نزور اصحابنا في المتارف، نزور كذا، الابطال لا يريدون يروحوا يعيدوا عند اسرهم. لن يكون عيدنا عيد فرح وعيد سعاده الا بعد تحرير جريده القبيطه كامل ان شاء الله. ان شاء الله. اذا برايك كيف يمكن ان يقضي المقاومون لحظات العيد يوم غد في ظل هذا التصعيد المستمر من قبل الميليشيا؟ نحن متوقعين هجوم باي لحظه، ولكن نحن في اتم الاستعداد لاي هجوم، وهم اكيد بيتم شر، لكن ان شاء الله لن ينجحوا بذلك. نعم. طيب استاذ علي، ما هي رسالتك لكل افراد المقاومه في العديد من مناطق ومحافظات الجمهوريه؟ نهنئهم بمناسبه عيد الفطر المبارك، ونسال الله ان يعيده يمننا الحبيب وهو طاهر محرر من هذه الميليشيات الوسخه التي تأثر فسادا، تقتل الفرحه، تقتل الاطفال، تفجر البيوت، تفجر المساجد، تفجر بيوت الله لا تعرف لله شيء سوى التفجير. نعم. طيب استاذ علي، يعني الكثير من القتلى في ذمه هذه الميليشيا، وربما حتى في الايام الاخيره لرمضان المبارك ولاستقبال العيد، ما زالت تخطف العديد من الاطفال والعديد من ارباب الاسر، على ماذا يدل ذلك من وجهه نظرك استاذ علي وانتم في جبهات المقاومه؟ هذا دليل على انهم لمشروع، يعني خرجوا لاجل مشروع دمار، مشروع قاتل، مشروع لا خرجوا لمشروع احياء دوله مدنيه، نحن ننشد ذلك، لكن خرجوا من شان يعني لاجل القاتل البريء، لاجل لا يستهدفون المواقع المقاتلين، لا يستهدفون الابطال، يستهدفون المدنيين ضعفاء جدا، اهدافهم اهدافنا عسكريه نحن كمقاومه، وهم اهدافهم مدنيه، غالبا ما رصاصهم تصيب المقاومين، ولكنهم دائما قذائفهم قبل اسابيع وثلاث ايام ويومين يقذفون مناطق القبيطه في الرما، في النويحه، في حدابه، في الربوع، في كاتيوشا، في كذا، وهو في رمضان وفي العشر الاواخر، اي مشروع يحمل هؤلاء؟ نعم، يعني اذا هو مشروع الموت. نسال الله ان يحميكم استاذ علي القباطي، وانتم تحملون هذه الفكره الساميه لحمايه بقيه الاسر اليمنيه، وان يحقق لكم امانيكم. شكرا جزيلا لك استاذ علي القباطي، ناطق باسم مقاومه القبيطه من القبيطه، كنت معنا عبر الهاتف. كيف تعلقين استاذ نبيل يعني قبل دخوله معنا عبر لحظات، يعني ما زالت هناك اشتباكات مستمره لم تهدأ حتى ليله أولا، يعني هو كما يعني أسلف الزملاء أنه المشروع الذي يحمله هؤلاء، يعني طبعا أنا ما أسميهمش بشر يعني، لكن هؤلاء محسوبين على مطاردة الحياة أينما وجدت، يعني كلما وجد مقاومة للبقاء للحياة هم يجهضون هذه المحاولة، يعني هم في خط ممنهج ل يعني ايش نقول لخبت اي نور ممكن يتجه في حياه اليمنيين. الجرائم التي يرتكبوها سواء في حق اطفال ونساء اليمن على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى بقاء الناس بهذه الحاله، يعني لانه هذا جرم حقيقي، يعني انك يعني تجعل اليمنيين دائما في حاله تاهب من ماذا سيحدث، يعني هذه جريمه في حد ذاتها لن تسقط بالتقادم، وستظل تلاحقهم مسار حياتهم، وأيضا هي سنة الله في الكون، يعني الظالم هذا لابد أن يأخذ جزاءه شاء أو أبى، طالت الأيام أو قصرت. الأمر الآخر، اليمنيين جميعا يعرفون أن العيد شعيرة من شعائر الله ويؤمنون، ربما هذا ما يدفعهم يعني بحماسة شديدة أنهم يعني يقضوها من الحزن أن يبتسموا. بالضبط، كما قضوا شعيرة رمضان وهو الركن الثاني في يعني أحد أركان الإسلام، الركن الثالث، هم الآن يقضون هذه الشعيرة ويقدسون شعائر الله في أن يعيشوا هذه اللحظات بتكاتف غير عادي وبصورة نموذجية يعني خلاقة. هذه النماذج تؤذي الميليشيات. نموذج الفرح لا يعني لا يحلو للفلول الميليشيات أن تراه، لا تحب أن ترى هذه الصورة، وبالتالي هي تلاحق هذه البسمات والضحكات وهذا الفرح حتى ولو كان إزهاق أرواح الأطفال. الصورة التي رأيناها في مأرب قبل لحظات هي يعني صورة مجسدة للمنهج الذي تعيش، أيوة، لهذه تعيش في نفوس وفي منهجية هؤلاء. نعم. المحسوبين على الإنسانية. ستكون معنا أستاذة نبيلة سعيد أميرة البوكيلي الناشطة المجتمعية من تعز. مساء الخير أستاذة أميرة. مساء الخير.
أستاذة أميرة، ربما يعني أهلا بك معنا وكل عام وأنت بخير. مقدما أستاذة أميرة، يعني ربما تعز من أكثر المدن التي تعاني في الأيام العيدية، فما بالك في يعني رمضان والآن الاستقبال للعيد. حدثينا كيف يستعد أبناء تعز للعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام وأنت بخير وأمة الإسلامية والعربية بألف خير، ويمننا وتعزنا بألف خير بإذن الله. ثانيا تعز كأي محافظة كانت قبل الحرب تستقبل العيد وتستقبل رمضان بكل فرح بكل سرور، ولكن مع أيام الحرب فالاستقبال بدأ أقل فرح وأقل ابتهاجا سواء لدى الكبار أو الأطفال. كيف تعز لتفرح وما زالت تربح تحت القصف العشوائي. القصف العشوائي ما زال إلى حد أمس ما زالت يطال المدن ويطال المدنيين، ونحن في ليالي مباركة في ليالي رمضان الكريم. تعب ما يعني رغم هذا كله، رغم أن ما زالت الجبهات مشتعلة، رغم أن تعب ما زالت تربح تحت وطأة القصف وتحت وطأة الفقر. هي في الأصل كانت فقيرة وأبناءها فقراء، والآن الحرب زادها فقرا، ولكن رغم ذلك كله نحاول أبناء تعز يحاولون أن يستمدوا الضوء من ضوء الظلام. لكن ما زال الكفاح والتحدي، يحاولون أن يتعايشوا، يحاولون يتعايشون من داخل هذه المدينة المنكوبة. يحاول الطفل أن يفرح حتى وإن كانت رجله مبتورة، يحاول المدني أن يفرح حتى إن كانت بيته مهدمة، رغم الغراء الفاحش، رغم تدني الوضع في تعز، الحصار الموقع، لكن بإذن الله ستفرق. بإذن تعالى ستفرج أستاذة أميرة. يعني هذه الصورة التي نقلتيها، حب اليمنيين يعني انتزاع الفرحة من مخالب الموت والإصرار على أنهم سيعيشوا لحظات العيد مهما حدث. يعني كما تفضلتي هناك من الأطفال أقدامهم مكسورة، وهناك من يعني أيديهم مبتورة. بهذه الصورة أستاذة أميرة، كيف يمكن أن نقول، يعني كيف تحرك المجتمع الصغير داخل تعز لإيصال الفرحة لقلوب هؤلاء الأطفال؟ سوف أقول لك شيء عني عن شخصي، يعني شخصيا فعلا أنا يعني كلما مريت من أزقة وشوارع تعز وأرى الناس، أرى الأطفال، الأمهات، يعني عندما البسمة في وجوههم ترين من الشجاعة الصمود الذي فيهم، يعني صمود جبار. أعتقد أنه لا أحد يأتي فيفعل مثل ما تفعل مثل ما يفعل ابن تعز. حتى وان كان القصف لقطه لقطه هنا في الشارع وكانهم يقولوا لل نعم يعني لا. يبدو أننا في مشكلة في الصوت أخت أميرة. يعني لقد نقلت لنا صورة بالحقيقة رائعة رغم الألم التي بداخلها. شكرا جزيلا لك أميرة البوكيلي الناشطة المجتمعية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. كيف تعلقين على هذه الصورة أستاذة نبيلة؟ والله هي صورة تخجل المجتمع الدولي، والله تخجلنا نحن حقيقة. يعني ما أستطيع أقوله، مشروع الموت لن يبقى، ومشروع الموت لن يستطيع أن يصادر الحياة. مشروع الموت بلا شك هو الزائل، يعني هذا الشيء لابد ان يتيقن فيه اليمنيين جميعا. يعني ومشروع الموت ومشروع الحياه هو المشروع الذي سيبقى. اليمنيين موعودون مع الحياه، واليمن موعود مع يعني الوجود على بر الامان. كل اليمنيين بلا استثناء على موعد مع دوله مدنيه حديثه طالت او قصرت. اشتدت الاوضاع واشتدت الأزمة واشتد الوضع الإنساني، لكن البلد إلى انفراج. ستفرج أكيد هذا الشيء، لابد أن نؤمن فيه جميعا، وهي العقيدة التي يؤمن فيها كل اليمنيين. لو لم يؤمنوا بهذه العقيدة ما ترينهم يعيشوا لحظات رمضان كما هي بتفاصيلها، ولا سيعيشوا غدا العيد بكل تفاصيله. وأنا أتمنى على قناة بلقيس حقيقة تنقل الصور الجميلة للحظات العيد التي يعيشوها الأطفال والنساء والتجمعات السكانية من تحت يعني المجنزرات، ومن تحت التهديدات، ومن تحت يعني خيارات عصابات الموت. يعني
نعم. طيب أستاذة نبيلة، يعني لو انتقلنا إلى عيد اليمنيين في المنافي وربما في الخارج، يعني ربما هو عيد لا يخلو من الكثير من الألم على اليمنيين في الداخل، ولكنه في نهاية الأمر عيد باهت لا طعم له ولا لون، كيف تحدثين؟ أنا أتفق معك حقيقة، يعني أنا أعتقد أنه ينقص كل اليمنيين في بلد المهجر العيد الذي يتذوق فيه الطعم الحقيقي، يعني كما أسلفتي يعني عيد بدون ملامح أو من دون يعني ملح كما نفهم، ولكن هذا لا يعني نحن لن نعيش هذه اللحظات، لكن سنعيشها بطريقة مختلفة. اللحظة التي تشعر بأنك كنت سبب في وجود عيد داخل اليمن أنت ستشعر بالعيد. الإنسان الذي ينسلخ من مسؤوليته الإنسانية والوطنية وينسلخ من مسؤوليته تجاه أبناء بلده وتجاه اليمن تاريخا وإنسانا وأرضا وحياة ومشروعا، هو الإنسان الذي لن يعيش العيد ولن يستطيع أن يعيشه. احنا دائما ما تتحدثين أستاذة نبيلة عن يعني ضرورة أن يبقى اليمنيون يعني على قلب رجل واحد، أن يضلوا بنفس التكاتف في الداخل والخارج. نعم. يعني أنا ما أتخيل أنه في يمنيين في تركيا، في ألمانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في دول الخليج، في دول العربية، في القاهرة، ماليزيا، نعم، يستطيع أن يعيش تفاصيل العيد بعيد عن، وهو يرى مثلا أنه ممكن كان يبادر مثلا ليصنع في كل أسرة عيد. أنا متأكدة أنه كل إنسان لو استطاع أن يصل إلى هذا الخير سيصل إلى هذا الخير، على الأقل يعني أسرته القريبة يعني طيب. ليس أنا أعرف أنه في رجال مهاجرين وفي أسر مهاجرة تقول أنا الحمد لله تكفلت بالحي، يعني حي من أحياء مثلا مدينة تعز ولا مدينة الحديدة ولا صنعاء. هذا الشعور يبنى، يعني يستطيع أن يعيش تفاصيل العيد فيه ولو كان خارج بلده. لكن أنا أتحدث عن الناس المنسلخين من المسؤولية الوطنية، الإنسان الذي لا يشعر حتى ولو مجرد الشعور أنه ممكن يعيش العيد وبلده محروم من هذا، مع أنني متأكدة أن اليمن تصنع فرصة للعيد، أيوة تصنع فرصة للعيد أفضل من الذي يعيشه في بلد المهجر. يعني ما شاء الله لو تحدثنا هكذا، اليمن ربما مختلفة دائما بتفاصيلها، يعني نحن خصوصا الذين في الخارج نستشعر أن فكهة اليمن مختلفة، عيد اليمن مختلف، رمضان اليمن مختلف، وربما هذه مشاعر كل من ينتمي لوطنه، يعني ليس فقط اليمنيون من يشعر بذلك، كثير من الجاليات تستشعر أن عودتها لوطنها. أنا أعرف، أنا جلست مع كثير من الجاليات العربية وهي تقول اليمن مختلف، خاصة الجاليات التي عاشت مثلا 10 11 12 سنة في اليمن، تعرف أن اليمن مختلف حقيقة، يعني ليس فقط مشاعرنا كيمنيين. إذن شكرا جزيلا لك أستاذة نبيلة سعيد، رئيسة مؤسسة فكرة الحقوق والإعلام، كنت معنا يعني في هذه الحلقة من المساء اليمني. نتوجه بالدعاء لإخوتنا في اليمن أن يمر عليهم العيد يوم غد بألف خير وسلام ومحبة، وأن يعيشوا لحظات عيدية مميزة كما اعتدنا من اليمنيين. لأن نلتقيكم مشاهدينا الكرام في حلقة عيدية يوم غد، كونوا برعاية الله وأمنه، وكل عام وأنتم بألف خير.